المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية الكادية نحييكم وننقل لكم على الهواء مباشرة وصول فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيقة الفريق عمر حسن أحمد البشير، الذي جاء إلى البلاد في مشاركة البلاد في هذا الحفل، وهو احتفالات عيد الحرية والديمقراطية الذي يصادف غرة ديسمبر الأول من ديسمبر عام 1990. ترون وصول الطائرة التي أقلت الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، الذي جاء ليشاركنا احتفالاتنا البهيجة، وهي احتفالات عيد الحرية والديمقراطية. معي هنا الزميل أحمد يحيى عباس باللغة الفرنسية، ومعكم باللغة العربية الزميل محمد طاهر رسالة حسين. Merci Mamad Taïk, chers amis téléspectateurs, bonjour et surtout bonne fête, une fête de la liberté et de la démocratie. Voilà, vous voyez sur vos petits écrans l'appareil transportant le chef de l'État soudanais Omar Hassan Ahmed Al-Béchir, qui vient juste d'atterrir ici en image en direct sur la chaîne nationale tchadienne. Voilà, nous sommes ici à l'aéroport international Hassan Jamous de N'Djamena pour vous faire vivre cette ambiance. Et effectivement, le président soudanais, Mamatar, il faut le dire, est venu spécialement prendre part aux festivités marquant le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, célébrée chaque 1er décembre, une journée historique. Une journée historique qui a libéré le peuple tchadien d'une dictature le plus macabre de son histoire. C'était un 1er décembre comme aujourd'hui, mais là c'était en 90, où un groupe des officiers dirigé par le colonel Idriss Déby à l'époque a renversé le régime Habré. Et vous voyez ici la délégation soudanaise qui s'est mobilisée pour l'accueil de son président. À cela s'ajoute également les membres du gouvernement. D'autres et plusieurs officiers, personnalités pardon, tchadiennes, certainement le chef de l'État Idriss Déby Itno. Et là aussi, pour l'accueil de son hôte, l'hôte du pays, le président soudanais Omar Hassan Ahmed El-Béchir. شكرا للزميل أحمد يحيى عباس. أعزائي المشاهدين، كما ترون العلم السوداني يرفرف على الطائرة الخاصة التي أقلت الرئيس السوداني عمر أحمد حسن البشير، الذي جاء ليشاركنا في احتفالاتنا البهيجة، وهي احتفالات عيد الحرية والديمقراطية. إذن ترون أمامكم في هذه الشاشة وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي جاء لاستقبال ضيف البلاد، الضيف الكبير الذي جاءنا ليشاركنا هذه الاحتفالات. ورئيس الجمهورية الآن يصافح الطاقم أو البعثة السودانية وكبار المسؤولين السودانيين الذين اصطفوا أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية المتواجدين بتشاد وجزء من الجالية السودانية الموجودة بتشاد. إذن بعد مصافحة أعضاء البعثة الدبلوماسية وكذلك الجالية السودانية، ها هو فخامة رئيس الجمهورية يتوجه صوب الطائرة التي تقل الرئيس السوداني عمر أحمد حسن البشير، الذي جاءنا ليشاركنا في الذكرى 27 لاحتفالات عيد الحرية والديمقراطية الذي تنعم به البلاد منذ عام 1990. 27 عاما مضت من الحرية والديمقراطية بعد إزاحة الدكتاتورية التي أصفت ببلادنا وأصفت بالشعب التشادي، وذاقته العديد من ويلات المرارة وحرمته من كثير من الديمقراطيات. وها نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل رئيس الجمهورية ورفاقه في
هذه الذكرى الذين ضحوا بكل ما يملكون من غال ونفيس من أجل هذه الحرية ومن أجل هذه الديمقراطية. معه الرفاق في بامينا أزاحوا هذه الدكتاتورية البغيضة التي ذاق مرارتها الشعب التشادي، ومن ثم جاء رئيس الجمهورية مع رفاقه في حركة بامينا وأزاحوا هذه الدكتاتورية، وأنعم الله علينا بالحرية والديمقراطية، وها نحن اليوم نعيش هذه الحرية وهذا الاستقلال منذ 27 عاما. إذن في انتظار نزول الرئيس السوداني الفريق عمر أحمد حسن البشير، الكل في انتظار وترقب لمقابلة رئيس السوداني الضيف، وكذلك رئيس الجمهورية يتوجه صوب المنصة لاستقبال ضيف البلاد، وترون ها هو الرئيسان يتعانقان ويتصافحان. Très bien, Mamad Taïk, voilà. Le président soudanais Omar Hassan Ahmed El Béchir, accueilli au pied de la passerelle par son homologue tchadien, le président de la République, Idriss Déby Itno. Vous avez suivi tout à l'heure, accolade suivie d'une chaleureuse poignée de main entre les deux chefs d'État. Certainement, le président soudanais Al Béchir et son homologue tchadien, Idriss Déby Itno. Ici à l'aéroport international Hassan Jamous, ici l'hôte du pays reçoit tous les honneurs. Mamata dit à son rang, il faut le dire. Le Tchad et le Soudan, des pays liés par l'histoire et la géographie, partagent bien des points communs ensemble. Tout ce qui touche le Tchad touche également le Soudan. Et le président soudanais est un grand ami du Tchad. Et Idriss Déby Itno et Omar Hassan Ahmed El Béchir, tout souriant, mais dans la main, se dirige vers les... vont diriger peut-être vers la tribune, n'est-ce pas? La tribune d'honneur pour les saluts aux couleurs et sur fond d'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Président soudanais Omar Hassan Ahmed El Béchir, l'invité du pays pour prendre part aux festivités marquant le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Le président soudanais passe ici en revue les différents détachements des forces de défense et de sécurité. Il a reçu tous les honneurs dus à son rang en tant que chef d'État.
un grand ami et un voisin du Tchad. Mamad Tahir, il faut le dire que le Soudan est le troisième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie et la République du Congo. Il a des frontières communes avec l'Égypte au nord, la Libye, le Tchad bien sûr, la République centrafricaine à l'ouest, le Soudan du Sud au sud avec précision, l'Éthiopie et l'Érythrée à l'est. أعزائي المشاهدين، بعدما تابعتم النشيدين الوطنيين لجمهورية السودان وجمهورية تشاد، بعد عزف النشيدين ها هما الرئيسان يصافحان الوفود الرئيس السوداني يصافح المسؤولين التشاديين بدءا برئيس الوزراء ورئيس البرلمان التشادي وأعضاء الحكومة ومن ثم النواب وكذلك عمدة بلدية تنجمينا وعدد من الوفود الذين اصطفوا لملاقاة ضيف البلاد. تجدر الإشارة بأن السودان قبل استقلالها عام 1956 كانت احتلت من قبل مصر، احتلها محمد علي باشا والي مصر عام 1820. قامت فيها ثورات عديدة من ضمنها الثورة المهدية على رأس الخديوي إسماعيل عام 1881 إلى 1885. كذلك بعد ذلك استقلت عام 1956 من الجوانب الحدودية تحدها جمهورية مصر العربية شمالا ومن الناحية الشرق البحر الأحمر وإثيوبيا وجنوبا جمهورية كينيا وجمهورية أوغندا وجمهورية الكونغو وجمهورية جنوب السودان التي نالت استقلالها مؤخرا أو انفصلت من السودان الأم، وغربا تحدها جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية تشاد والجماهيرية العربية الليبية. أهم المدن السودانية هي مدينة الخرطوم العاصمة المثلثة الخرطوم بحري وأمدرمان، كذلك من أهم المدن مدينة بور السودان، وكذلك من ضمن الولايات الشهيرة هي ولاية البحر الأحمر وكذلك البحر الأبيض والبحر الأزرق والولاية الشمالية وكذلك ولاية أعالي النيل وكذلك القضارف وبحر الغزال. تعتبر السودان من ضمن أطول نهر، تعد السودان تمتلك أطول نهر في العالم وهو نهر النيل، وهذا النهر يميزها كثيرا عن البلدان الأخرى واستفادت منه زراعيا، ومن ضمن ذلك مشروع الجزيرة الزراعي هذا المشروع. إذن الرئيس السوداني الآن يستقبل الجالية السودانية وكذلك يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية المعتمدين لدى البلاد، يصافحهم واحدا تلو الآخر، وهذه الزيارة تعد ثمرة وإنجاز للعلاقات السودانية التشادية المتميزة. هذه العلاقات تشهد تطورا ملموسا يوما بعد يوم وعاما بعد عام. كذلك العلاقات السودانية التشادية لها جذور متأصلة ولها علاقة، هي علاقة متينة للبلدين والشعبين وكذلك الرئيسين. تجدر الإشارة بأن الرئيس عمر البشير الذي يترأس حزب الإنقاذ الذي تولى الحكم في السودان عام 1989، كذلك نفس الإنقاذ نجد حركة الحركة الوطنية للإنقاذ في تشاد عام 1990. إذن الرئيسان الآن يدخلان في صالة الشرف ويتبادلان أطراف الحديث، ومن ثم يتوجه الرئيس السوداني إلى ضيافة قصر الرئاسي ومن ثم الحضور في الاحتفال بهذا اليوم. الزميل أحمد يحيى عباس، لا ننسى أن هناك في مقر الاحتفال بساحة الأمة هناك يوجد فريق متكامل للفريق التلفزيوني وكذلك الإذاعة الوطنية وكذلك بعض الإذاعات الحرة وكذلك الصحف ووسائل الإعلام العامة والخاصة وكذلك النصر وكذلك بقية المحطات الإذاعية التي تتواجد بالبلاد وكذلك الضيوف الذين حضروا لمشاركتنا في هذا الاحتفال ينتظرون وصول الرئيسان لهذا الاحتفال البهيج وهذا الاحتفال الذي يعد ثمرة هذا
الإنجاز أو الإنقاذ الذي يتمثل في البلدان. Oui, Mamad Taïk, les deux chefs d'État, j'allais dire, sont toujours au salon d'honneur. On n'a pas les images. Ce qui est sur Déby et son hôte en train d'échanger sur peut-être beaucoup de points relatifs à la coopération ou bien aux relations diplomatiques qui lient le Tchad et le Soudan. Ce qui est sûr, je crois, d'un moment à l'autre, les deux présidents vont quitter le salon d'honneur pour la place de la nation où va se dérouler le grand défilé militaire. Et comme vous l'avez dit tout de suite, la télévision nationale tchadienne est au cœur de l'événement. À la place de la nation, certainement l'équipe est déjà prête pour le direct. Et en duplex, c'est également depuis les studios une équipe qui est là pour relayer ces événements. Le tout est sous la conduite de nos amis de programme qui sont ici à nos côtés. Également, nous profitons de l'occasion pour saluer ce remarquable travail technique qui est en train d'être fourni par nos techniciens. Et certainement, les amis au niveau de la place de la nation en train d'attendre. Voilà, les deux chefs d'État viennent de sortir, c'est juste pour quitter l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena. Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar Hassan Ahmed El-Béchir vont quitter l'aéroport. Destination Mamad Taïk, je crois que c'est certainement la place de la nation. شكرا الزميل احمد يحيى عباس. اعزائي المشاهدين، كما ترون امام الشاشه توجه الرئيسان الفريق عمر حسن احمد البشير والفريق ادريس ديبي تنو لمقر الاحتفال، والكل ينتظر هنالك في ساحه الامه لوصول الرئيسان او لوصول ضيف البلاد ومضيفته رئيس الجمهوريه ادريس ديبي تنو. ومن ثم تبدا الاحتفالات بعرض عسكري. هذا الاحتفال يعد من ضمن الأماكن المهمة. Merci. Je crois il faut préciser au studio la Renaissance là-bas. Nous avons également Adam Abdelkader et Mohamed Hassan Abdelrasoul qui seront certainement en duplex avec nos amis de la Place de la Nation. Tout est déjà fini ici.